السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال دائما. اذا من خلال الفيديو كما شفتوا في العنوان فغادي نتكلموا على لي كونديسيون داكسي اون بروميير اني دو سيكل دانجينيور ديتا، اللي غادي نركزوا فيه اكثر على لينسا ولي فيست، بما ان عندهم تقريبا نفس الشروط باش كتولجوا السنه الاولى ديال سلك المهندسين. اذا لكنتوا باغيين تعرفوا هاد الشروط خليكم معنا في الفيديو. إذن اول شرط هو خاص يكون عندك باك بلس دو، يا يعني اما عندك دوغ او دب اللي كتاخذوهم من لافاك، او لا دست هنا كنهضروا على لي فيستي والدي او تي، فكنتكلموا هنا على لو اس تي. اذا هاد الدبلومات بربعه كيكونوا مقبولين في لي غروند زيكول ولا فلانسا ولا لي فيستي، ولكن الشروط اللي هي كتحكم لي كونديسيون دادميسيبيليتي هما اللي كيختلفوا من مدرسه لمدرسه، وحنا في هاد الفيديو غادي نركزوا اكثر على لي فيستي ولانسا. اذا بالنسبه للدي او تي خاص يكون عندك، في الدي او تي خاص يكون عندك هايا كيف ما شفتوا هنايا افوار اوبتوني سون ديبلوم افيك دو مونسيون بيان، يعني يكون عندك جوج ديال لي مونسيون فيهم بيان، يعني 14 والفوق 14 15 و تكونوا قريتوا الدي او تي في 2 ans، يعني ما تكونوش درتو عاودتو العام. ركزوا معايا في هاد القضيه، هنايا خاص تكون عندكم 2 سيمستر فيهم 14 والفوق، وخاص يكون ما تكونوش سقطتو، يعني ما تكونوش عاودتو لا بروميير اني لا دوزيام اني، يعني الدي او تي خديتوه في عامين ماشي في 3 سنين. ندوزو دابا للناس ديال دوست او لا دوبين، هنا كنتكلمو على لي فيس تي. ف هنايا خاص يكون عندك باك بلس 2 اللي فيه او موان دو مونسيون اسي بيان، يعني كنتكلمو على 12 فما فوق. الا لاحظتو كاين فرق ما بين في النقطه ما بين لو اس تي ولي فيس تي ولا حتى لا فاك، فعلاش؟ حيت لان لو اس تي اصلا لا فاليداسيون كتبدا عندهم من 12، يعني من 12 وهما المونسيون بيان كتكون عندهم في 14، يعني بحال هادي هي لا ديفيرونس بيناتهم. لي فيستي لا لي فيستي ولا لا فاك كتكون عندهم فاليداسيون من 10 وكيزيدو هذيك جوج النقاط ديال المونسيون اسي بيان، فهي هذيك يعني تقريبا كيولي تعادل ما بين دي او تي والدست ملي كيديروا 14 في دي او تي و 12 في لي فيستي. كيف قلت لكم على المشكله ديال الفاليداسيون، حيت كيف ما كتعرفوا لو اس تي كيفاليديو على 12 و لي فيستي كتفاليدي على 10. الوغ بالنسبه للدوغ حتى هو نفس الشروط بحال تقريبا بحال لي فيستي، وخاص يكون عندك دو مونسيون اسي بيان، هما دو مونسيون او موان يعني على الاقل، ولا كان عندك باش ما كان عندك لي مونسيون اسي بيان فاحسن في لا في لو اس تي لا في عفوا لي فيستي ولا في لا فاك العاديه. وخاص يكون عندك كذلك تكون خديتي الدوغ ولا الدوست كيف قلنا في الدي او تي، خاصك تكون خديتيهم حتى هما في عامين، يعني ما تكونش عندك اني دو ريزيرف، يعني تكون خديتي باك بلس دو ديالك في 2 ما 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 تبعوك لا لي موديول لا حتى حاجه، تكون فاليديتي داكشي مزيان في الدقه الاولى. هادو الشروط ماشي كانكم كدوزوا يعني 100% في سيليكسيون، من بعد عاد باش كيديروا ايتود دو دوسي، هادو بحال هاد الشروط تقريبا باش كدفعوا الدوسي، ولكن كيكون واحد الاحتمال انكم تهزوا في سيليكسيون كبير. هنا كتجي المرحله ديال ايتود دو دوسي، هاد المرحله فكيتاكدوا فيها من المعلومات اللي عطيتوهم صحاح ولا لا، يعني كيعاودوا يدرسوا الملف ديالكم كامل، كيتدرس كيشوفوا فعلا واش الناس اللي دفعوا بلو اس تي عندكم او موا عندكم واحد دو مونسيون ديال بيان، يعني عندكم 14 الفوق، وكيف قلنا لي فيس تي ولا فاك خاص تكون عندكم 12 13 وفوق، يعني و دو مونسيون، وفعلا وجبتوهم هادوك باك بلس 2 جبتوهم في عامين، يعني ما كانت عندكم حتى اني دو ريزيرف، ما عاودتو حتى شي موديول، ما تبعاتكم حتى حاجه. بيان، ملي كيتاكدوا من هاد الشيء هذيك الساعه كيشوفوا على حسب تاني العدد شحال الناس دفعوا ليهم، يعني قد ما عاوتاني كانوا عندك اكثر من دو مونسيون، يعني واحد عنده 3 مونسيون ديال اسي بيان ولا بيان، ماشي هو واحد عنده غير دو مونسيون، فهمتوني؟ يعني باش ما جبتي لي مونسيون بزاف في لي سيمستر، مثلا عندك اس 1 و اس 2 اس 3 بثلاثه فيهم 12 الفوق في لي فيس تي ولا في لافاك، فكيكون عندك احتمال كبير انك ان شاء الله باذن الله كدوز الكونكور، وديك الساعه الكونكور اللي كيحكم. من بعد ملي كدوز لافاز ديال سيليكسيون كندوزو لي زيبروف، كيكون عندكم كونكور في لي زيبروف شنو كيكون فيهم؟ اكريت، كيكون فيهم المات، لانفورماتيك، الفيزيك،
ولي لونغ كتكون عندك الفرونسي ولا لونغلي، يقدروا يكونوا بجوج على حسب كل مدرسه، اما كيديروك فرونسي بوحدها ولا لونغلي، ويقدروا بارفوا كيكونوا حتى بجوج فرونسي ولونغلي بجوج. وكولتور جينيرال حتى هي كتحط في الكونكور. اذا هنا كنصحكم بالنسبه للكونكور، الناس اللي عندهم يعني عارفين راسهم جايبين هذوك النقاط اللي هما مطلوبين او لا لي مونسيون اللي هما مطلوبين، فكنصحكم ديروا بريباراسيون تبريباريو الكونكور، كيكونوا مجموعات في الفيسبوك كي بريباريو الكونكور، دوزو تخدموا هذوك لي زيبروف القدام اللي دازو ديال السنوات القدام، هكذا ان شاء الله كتدربوا كتضمنوا انكم اكثر تجيبوا الكونكور تنجحوا فيه، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. صعيب هو كيف قلت لكم تحققوا هذوك الشروط ديال يكونوا عندكم 3 مونسيون وتجيبوه الباك بلس 2 ديالكم في 2 سنين، هما اللي شويه كتقدروا تلقاو فيهم صعوبات. اما الكونكور ان فوا ان شاء الله كتبريباريو، لا بالنسبه للناس دو اس تي ولا لي فيس تي ولا لا فاك، وانا عارفه كيقول لك الاس تي زعما كنكون عندنا واحد النقص في الرياضيات واحد النقص في الفيزيك، ولكن حتى نتوما كيكونوا عندكم هذوك التخصصات ديالكم، يعني كتكونوا دايرين لي تي بي، ومثلا واحد انفورماتيك كيكون قاري دي موديول بزاف في الانفورماتيك، يعني كيكون احسن من واحد قاري في لافاك، يعني عندكم حتى نتوما المميزات ديالكم في الفورماسيون ديالكم، وصحاب لافاك حتى هما ولا فيس تي عندهم مميزات ديالهم حتى هما. لذلك اللي كتركزوا عليه هو البريباراسيون ديال الكونكور، فان شاء الله الا بريباريتو مزيان راه ما غادي يكون الا الخير. وما تنساوش كيف قلت لكم دخلوا المجموعات في فيسبوك كيكونوا دايرينهم ديال البريباراسيون، كيكونوا كاع الناس الطلبه اللي مهتمين بالسيكل انجينيور كيبريباريو فيه، كيكونوا دي زيبروف ديال لي زيكزامبل اللي دازو الاعوام اللي فاتوا. هادشي اللي كاين، ما تنساوش اللايك باش يوصل الفيديو للناس اللي باغيين يستافدوا من هذا الموضوع. وباقي عندكم شي سؤال ما تنساوش خليو ليا في كومونتير، والناس اللي اول مره كتشوف القناه ما تنساوش تشاركوا، والى اللقاء وبالتوفيق للجميع.